يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده، اسبوع جديد، موسم جديد. قبل ما ادخل في التفاصيل لازم افتكر معاكم مشوار طويل جدا من النجاحات والبطولات والامجاد اللي سطرها وحققها وكتبها في تاريخه النادي الاهلي. والامجاد والبطولات دي كان ليها ابطال. صحيح جمهور النادي الاهلي دايما في صداره المشهد، وعلى مدار التاريخ كان واحد من اهم اسباب نجاح الكيان ونجاح اسم النادي الاهلي، لكن جوه الجدران القلعه الحمراء في صناع المجد، في ابطال، منهم واحد بيعتبره جماهير النادي الاهلي رغم رحيله انه واحد من اساطير النادي الاهلي حتى يومنا هذا. عن الالقاب حدث ولا حرج، بنتكلم على القاب كتيره جدا، القائد والمعلم والمايسترو والاسطوره والكابتن، واحد من لاعبين مصر الأفزاز اللي جم الحقيقة في تاريخ الكرة المصرية على مدار تاريخها. وزي ما تألق وأبدع داخل المستطيل الأخضر، كانت إبداعاته الحقيقة ومواقفه ومبادئه والقواعد اللي حكم فيها الفترة اللي تولى فيها مسؤولية النادي الأهلي، أعتقد أنها نورت الطريق لكتير جايين بعده. وما أعتقدش أن في حد يختلف على أنه اسم صالح سليم واحد من أهم الأسماء اللي جت في تاريخ النادي الأهلي اللي كان فيه حقيقة عظماء كتير جدا. لكن يبقى الحقيقة صالح سليم هو الرمز والأسطورة، وما كانش ممكن نبدأ حلقتنا النهاردة من غير ما يكون لينا وقفة مع المايسترو صالح سليم. تمر اليوم الأحد الموافق 11 سبتمبر، ذكرى ميلاد المايسترو الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي وأبرز الأساطير الكروية والإدارية في مصر، الذي ولد في 11 سبتمبر عام 1930. بدأ بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم صعد إلى الفريق الأول عام 1948. ظهر لأول مرة في مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي بملعب الأهلي بالجزيرة، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة سجل خلالها صالح سليم أول أهدافه الرسمية، وكان ذلك يوم الجمعة 5 نوفمبر عام 1948، في الأسبوع الثالث لأول مسابقة للدوري الممتاز. واستمر حتى موسم 1966-1967، حيث لعب آخر مباراة له أمام الطيران في 11 نوفمبر عام 1966 بفاصل زمني 18 عاما و6 أيام. واستحق صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948. وكذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961. ولعب صالح سليم مع فريق الأهلي أكثر من 185 مباراة، وسجل 99 هدفا بواقع 78 هدفا في الدوري، ثالث هدافي الأهلي في المسابقة، و17 هدفا في كأس مصر، و3 أهداف في كأس الجمهورية المتحدة، وهدف في دوري منطقة القاهرة. ويعد صالح سليم صاحب الرقم القياسي للتهديف في مباراة واحدة بتسجيل 7 أهداف في شباك الإسماعيلي عام 1958، وصاحب الرقم القياسي في الفوز المتتالي بلقب الدوري 9 مواسم بالمشاركة مع توتو لاعب الأهلي السابق.